السلام عليكم، غادي نمشيو معنا فيديو لحد هكا تشوفوا المقطع كامل من جانب الفيديو. غادي تشتركوا في القناه نصب الى التويت مشترك وضغط لايك نصب الى اكبر عندنا لايكات ولا الفيديو. معنا مشهد بكب تاريس مجفف على التيشيرت، عامل زي التيشيرت دي نطيطه لعمها في الياه يتنطط ويتنطط كده جدا. دي تلج تلج يكون في التلاجه في الفليزر يشيلوا. دي برضو طباخين بيشيلوا بتاع. دي رسمة النيل معمولة على سلك الكمامة هادية. واو عامل ازاي؟ ركبها. دي حاجة بتطلع لفوق بتلزق فوق في السقف بتلزق فوق. واو دي بيتحكم فيها عن طريق الهاتف اللي هو بتاع الكهرباء، يعني الواحد بس عايز يفصل الكهرباء يفصلها من التليفون. واو باقي بس ما عايز يفصل اي كهرباء ياخد التليفون حتى اللي هو مثلا بره البيت بيفصل الكهرباء على طول. دي بتعمل زي الستارة الكهربائية بيتحط في الشباك. واو وسط كده تطلع فوق ازاي؟ تحطها على فوق. الحكم كان حكم التليفون برضه. دي حباية خوخاية خوخ عامل ازاي؟ واحد برضه عايز واحد. دي اسمه ايه؟ دي رسمها مش حقيقي طبعا، مش حقيقي. دي مرسومة ودي عامل سريعة لو بتشيل حاجات بيشيل يحط بيشيل يحط. ايد بتشيل وايد بحط على طول. ايد بتشيل وايد بتحط. دي بيكب مية على السفنج كمان بيشرب المية على طول، عشان دي بنت اللي ده بيشرب دي بيشرب على طول. يعني هو مش هنزل ولا حباية مية من مش عارف قدين. ده كام شارع دي لازم تبقى ده كام واحدة. دي بيشيل الحاجة بتاعت اللي اسمه عملاء البناء مثلا بيعملوا الحاجة مثلا بايظة في الطريق بنحطه بتاع ده عشان القبعات ديت بعد كده بعد ما يصلحوا الطريق بقى هما شايلينها. هو شارع طريق آلية يعني مش حد بيشيلها بإيديه. دي بينحت على الاسم البتاع. دي بيحط علب جل بنحط فيها مادة بيضة. بص دي كانت صغيرة دي كبيرة، يعني فيها حجاب في حجم كبير وحجم صغير. دي شلال بين مصعد ومصعد. دي بين شلال بين مصعد ومصعد. واو عامل ازاي؟ مرة رابعة دي شلال برضو بس شلال ايه بنت الكلام هو ناس كلام اللغة الصينية. خلي واحد مش عارف اللغة الصينية. واو تنزل ازاي؟ دي نظام زي كهف. كهف اسمه ايه؟ عامل زي نظام ورد بس هو ورد. عامل ازاي؟ منطقة سياحية وكده. او ممكن تلاقي معمول او معمول اسمه ايه خلق الله. دي اسمه ايه كلمات صينية بشكل بتاع. دي بتاعت الايس كريم. دي لقيت اسمه ايه بلاستيك. عامل ازاي؟ لسه بقى المصانع بحط فيه ده دول سيب. دي بيقول لنا اللي احنا لنا ايه اسمه رتبته جاي رتبت ده كله. بص انت عايز تشتري حاجة كله. دي بغلف الصحون بغلفها. وبص عم بنغلف فيها ازاي؟ واحد بقى راح واخدها هشوف هغلف قد ايه. دي تلاتة مليون صح. دي اسمه جوهية. دي مثلا حد هيك كبير شوف الوقت عامل ازاي. بيرش مادة ملمعة من الخشب واحد يكون عامل ازاي مرة حلو. دي بربز باب ببربزه. بص دي فاضية حطه بتاع عشان فيها عامل ازاي شكله مرة روعة وجميل مرة روعة. دي بتاعت الطعام. دي اسمه ايه بتحطها حتى في المعمول، يعني مش استخدام آلي مش استخدام انسان استخدام آلي. يعني مثلا بدل واحد لا دي آلي على طول.